بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في درس جديد ودرسنا من دروس رياضيات خمسة، ودرسنا اليوم الدوال الرئيسية الأم. هناخد النهاردة الدوال الرئيسية إيه؟ الأم. طيب هنتكلم في الدوال الرئيسية الأم، هي الدوال البسيطة جدا. أول دالة اللي هي الدالة الثابتة اللي هي اف اكس بتساوي سي. الدالة الثابتة بتكون على الصورة اف اكس بتساوي ايه؟ سي، حيث سي عدد حقيقي. يعني ممكن نقول اف اكس بتساوي 3، أو اف اكس بتساوي 4، أو اف اكس بتساوي سالب 2، يعني ايه؟ عدد ثابت. هذه الدالة الثابتة بتمثل بخط مستقيم يوازي محور اكس، تمثل بخط مستقيم افقي كما بالشكل يوازي محور ايه؟ اكس، ويمر بالنقطه 0 وسي. يعني لو نقطه مثلا دي 4 يبقى يمر بالنقطه 0 و4، يبقى نقطه دي 0 و4، تمثل بخط مستقيم يوازي محور ايه؟ اكس. تمام، دي الشكل البياني للداله ايه؟ الثابته، زي ما قلت كده ان هي بتساوي اف اكس بتساوي مثلا سي، حيث السي عدد حقيقي. ممكن نقول اف اكس بتساوي 4، اف اكس بتساوي مثلا 12، اف اكس بتساوي سالب 3، ولو السالب بتبقى ايه؟ الخط المستقيم هو ايه؟ اسفل النقطه 0. طيب بعد كده بنيجي نبص نشوف الداله المحايده. الداله المحايده اللي هي اف اكس بتساوي اكس، دي ابسط انواع الدوال وهي الداله الام. طيب الاحظ ان الداله الثابته تمر بنقطة الصفر وتنصف الربع الأول، يعني تنصف الربع الأول والربع الثالث، يعني تقسم الربع الأول إلى نصفين متمثلين وتقسم الربع الثالث إلى نصفين متمثلين. طبعا دي واضح إن الدالة دي متصلة ما فيش فيها تقطع. طيب لو جينا هنا درسنا مجال الدالة، المجال هنا طبعا محور إكس، فطبعا أنت بتتخيل إن هذا الخط المستقيم ينطبق على محور إكس، وبالتالي المجال يبقى من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، يبقى المجال عندنا ار. طيب لو كنا عن المدى، المدى هو محور واي، فلو تخيلنا ان هذا الخط المستقيم منحنى الداله ينطبق على محور واي، فيبقى المدى من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، ايضا المدى ايه؟ ار. لو جينا اتكلمنا على نوع الداله، الداله دي داله فرديه ولا زوجيه؟ نلاحظ ان الداله اف اكس بتساوي اكس داله فرديه. دالة ايه؟ فردية، لأنها متماثلة حول نقطة الأصل، بتمر نقطة الأصل ومتماثلة حول نقطة ايه؟ الأصل. فهذه الدالة دالة فردية. طيب نشوف الدالة الثالثة اللي هي الدالة التربيعية. الدالة التربيعية اللي هي دالة اف اكس بيساوي اكس تربيع، ودي أبسط أنواع الدالة التربيعية وبنسميها الدالة ايه؟ الأم. الدالة التربيعية تمثيلها البياني بتكون متماثلة حول محور واي، وتمر بالنقطة صفر وصفر، وتكون متماثلة حول المحور ايه؟ واي، وتاخد الشكل الحرف يو. لو جينا نتكلم على الدالة التربيعية اف اكس بتساوي اكس تربيع، هل نوع الدالة؟ الدالة دي زوجية ولا دالة فردية؟ نلاحظ ان منحنى الدالة متماثل حول محور واي، وبالتالي بقول ان الدالة التربيعية دالة زوجية متماثلة حول محور واي، يعني محور واي يقسم الدالة إلى نصفين متماثلين، يعني صورة الفرع الأيسر صورة الفرع إيه؟ الأيمن. ولو كان عندي النقطة هنا إكس وواي، نلاحظ صورتها تبعد بنفس البعد صورة النقطة هنا. لو هنا عندي النقطة هنا إكس وواي، يبقى صورتها الناحية التانية هنا تبقى سالب إكس وواي. يعني النقطة سالب اكس واي هي صورة النقطة اكس اي واي بانعكاسها لمحور واي، يعني المسافة دي نفس المسافة دي، وبالتالي بقول ايه؟ ان منحنى الدالة متماثل حول محور واي، الدالة زوجية. طيب لو اتكلمنا على المجال، مجال الدالة اكس، فنلاحظ ان هنا طبعا مجال الدالة هنا ار، مجال الدالة قيم اكس، المجال هنا ار، المدى هنا على المحور واي، هيبقى المدى يبقى ايه؟ واي اكبر من او يساوي الصفر، او تقول الفتره من صفر الى ما لا نهايه، صفر مغلق، صفر مغلق الى ما لا نهايه،
او تقول واي اكبر من او يساوي الصفر المدى، لان المدى طبعا محور واي. طيب لو اتكلمنا على الداله ديت التناقص والتزايد، طبعا مش هنشوف التناقص والتزايد يبقى من على ايه، من الطرف الايسر. نلاحظ ان الداله هنا تناقصيه بتنزل من سالب من النهايه الى الصفر تناقصيه، وتبدا تزيد من الصفر الى ما لا نهايه، يبقى الداله التزايديه من صفر الى ما لا نهايه، يبقى تناقصيه من سالب من ما لا نهايه الى صفر، وتزايديه من الصفر الى ما لا نهايه. دي ابسط انواع الداله اللي هي اف اكس بتساوي اكس تربيع. الداله دي طبعا داله متصله ما فيش فيها تقطع، داله ايه؟ متصله. طيب الداله التكعيبيه اف اكس بتساوي اكس تكعيب، دي شكل الداله التكعيبيه. نلاحظ ان الداله التكعيبيه بتمر بنقطه إيه الاصل، او متمثله حول نقطه ايه الاصل. الداله اف اكس بتساوي اكس تكعيب، لو بدنا تشوف نشوفها هل هي الداله تزايديه ولا تناقصيه، نشوفها كده من اليسار الى اليمين. نلاحظ ان الداله بتزيد، فالداله هنا تزايديه على مجالها، تزايديه بتزيد من اسفل طالعه لفوق، هي تزايديه، يبقى تزايديه من سالب ما لا نهايه الين ما لا نهايه، الداله دي متصله. طب مجال الداله، المجال هنا محور اكس، في المجال هنا ار، ومداها محور واي، فالمدى بياخد من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، فالمدى هنا، المدى هنا ايه؟ ار. طيب لو قلت لك اف اكس بتساوي اكس تكعيب مثلا زائد 2، هل دي داله ام؟ طبعا اف اكس بتساوي اكس تكعيب زائد 2 طبعا بتتحول، هي ليست داله ام، ولكن بنقول ان هي ابن من ابناء الداله. فطبعا لما بتتغير في هذه الحاله، بتتغير الداله من اف اكس لجي اكس، بنقول مثلا جي اكس بتساوي اكس تكعيب زائد 2، فعايزين نجيب الداله الام. الداله الام طبعا اف اكس، بنشيل الزائد 2 ديت، والاف اكس بتساوي اكس تكعيب، يبقى دي الداله ايه؟ الام. بنتكلم بعد كده على الداله الجذريه. الداله الجذريه اف اكس بتساوي جذر اكس، الشكل البياني للداله الجذريه بتمثل بالفرع، يبتدي من نقطه الاصل صفر فرع كده او قوس، طالع في الاتجاه ايه؟ الموجب لمحور ايه؟ اكس. طبعا الداله الجذريه طبعا الجزء الايسر مستبعد نهائي، لان الداله الجذريه لا تقبل السالب، ف اف اكس بتساوي جذر اكس، دي ديت داله جذريه. طب الداله ديت نوعها، هل نوعها زوجيه ولا فرديه؟ فطبعا الداله دي ليست زوجيه لانها ليست متماثله حول محور واي، وليست فرديه لانها غير متماثله او ليست متماثله حول نقطه ايه؟ الاصل. طيب لو جينا اتكلمنا الداله دي تزايديه ولا تناقصيه؟ لان الداله كده بنشوف كده من اليسار لليمين، هنلاقي الداله بتزيد، فالداله التزايديه من صفر الى ما لا نهايه، تزايديه من صفر الى ما لا نهايه، الداله دي داله متصله، مجالها يبدا من صفر الى ما لا نهايه. طبعا المجال من صفر الى ما لا نهايه، المجال اهو شايفين، من صفر مغلق الى ما لا نهايه فتره مفتوحه. طب المدى، المدى بتاعي هنا على محور واي، يبقى بياخد من صفر مغلق الى ما لا نهايه، او طول واي اكبر من او تساوي الصفر، دي مدى الداله الجذريه. لو جينا اتكلمنا على داله المقلوب، ابسط انواع داله المقلوب اللي هي اف اكس بتساوي 1 على اكس، دي داله ايه؟ المقلوب. داله المقلوب اف اكس بتساوي 1 على اكس، دي بتمثل بيانيا بفرعين، فرع في الربع الاول يقترب، هذا الفرع يقترب من محور واي ويبتعد عند الصفر، ثم يقترب مره اخرى من محور اكس. يعني الفرع يقترب من محور واي، ثم يقترب من محور اكس، ويتباعد عند ايه؟ الصفر، لان الداله هنا غير معرفه عند الصفر، لان القسم هنا 1 على صفر غير معرف، الداله غير معرفه عند ايه؟ الصفر. طيب وتمثل بفرع في الربع ايه؟ الثالث، هذا الفرع يقترب من محور اكس ويبتعد عند الصفر، لانها غير معرفه عند الصفر، ثم تقترب من محور ايه؟ واي. الداله دي، الداله دي بنسميها داله فرديه. ليه داله فرديه؟ لانها متماثله حول نقطه الاصل. طب الداله دي متصله ولا غير متصله؟ الداله دي غير متصله عند الصفر، ونوع عدم الاتصال لا نهائي، يبقى الداله اف اكس بتساوي 1 على اكس داله غير متصله، ونوع عدم الاتصال لا نهائي عند قيمه الاكس بصفر. وبالتالي احنا النهارده خدنا اربع دول. تمنيت لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في حصه اخرى.